لسنة من طيبين بمناسبة الصوم الكبير. حقيقة بهنيكم تهنئة من القلب يعني بالفرح انه اعتقد ان ما فيش كنيسة في الكرازة المرقصية كلها حسب ما زرت كنايس في دول أوروبية أو في الولايات المتحدة أو في مصر، لم أجد خورس شمامسة سماوي يسبحون من القلب يجمعوا كل الأعمار. سامحوني، أنا عديت الشمامسة النهاردة، ربنا يباركهم ويحافظ عليهم، حوالي 100 شماس. اللحن اللي قالوه بداية لحن أجيوس اللي فيه بيمجدوا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي جاء على رتبة ملشي صادق أو ملكي صادق. تسمحوا لي أهنئ ملاك هذه الكنيسة صاحب القلب الطيب أبونا غبريال، وكمان لا أتجاهل الخدام الحلوين المباركين اللي بيخدموا خورس الشمامسة. ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويحافظ عليهم. وعايز اقول لكم حاجة مهمة يمكن تغيب عن ذهنكم، ان الكنيسة محاطة بالعالم في هذه الاونة الاخيرة تحارب وتشكك في الانجيل وفي طقوس الكنيسة. فان لم يعد هذا الخورس من الان، حوالي 60 طفل كان بيلبس شماس النهاردة عشان يقدروا يواجهوا في الأيام المقبلة التيارات الشديدة اللي بتحارب الكنيسة. النهاردة بنعمة ربنا وبصلواتكم هتأمل معاكم في إنجيل هذا اليوم، إنجيل هذا القداس، هو إنجيل السامرية، وهو حد الأحد الرابع أي الحد النص من الصيام الكبير. إنجيل السامرية بيتقري في الكنيسة وبنصلي بيه 3 مرات في السنة. احفظوهم زي ما قال أبونا في العظة الإنجليش، إنه هذا الإنجيل ما يكفيهوش وعظة من كتر الرسائل اللي أرسلها ربنا من خلال هذا الإنجيل لينا على مر الأجيال. أول مرة بنقرأ في حد في نص الصوم الكبير وليه هدف. تاني مرة بنقرأ في نص الخمسين حد التالت. الترتيب ماشي بسيمفونية روحية هدفها تدخلك السنة. المرة الثالثة بنقراه في عيد حلول الروح القدس في السجدة الثالثة، صلاة السجدة الثالثة بنقرأ إنجيل السامري. السامرة اللي جت منها السامرية دي منطقة بتقع في نص خريطة فلسطين، فوق الجليل والناصرة، في النص السامرة تحت خالص اليهودية. ولما مات سليمان الحكيم خلف ولد
سماه رحبعام. الولد ده هو مسك الملك مكان ابوه، والمملكه كانت كبيره عليه قوي، ما كانش متجوز. فالجماعه الكبار شيوخ اسرائيل اشاروا اليه انه بما انك انت الملك بتاعنا فيجب عليك ان تتزوج من البنات العبرانيات. وحد نصحوه بعض النصائح عشان يحافظ على المملكه والملك اللي سابوه له ابوه. راح مال الناحيه الثانيه عند الشباب اللي من سنه واشاروا عليه وقالوا له لا انت ملك وبروتوكول الملوك لازم تتجوز يا اما ملكه يا اما اخت ملك يا اما قريبه ملك. طبعا هو سمع كلام الشباب اللي زيه واتزحلق وراهم، باظت المملكه، راحت اتقسمت نصين. المملكة تحمل 12 سبت، 10 راحوا ناحية الشمال اتفقوا مع بعض، واثنين راحوا ناحية الجنوب اللي هم يهوذا وبنيامين. وحصلت مشكلة ما بين الشمال والجنوب، وفي عداوة بينهم وبين بعض. وطلع واحد من الجنوب كده زعيم عمل مس وملك على العشر اسباط اسمه يربعام، في الشمال. وفي الجنوب طلع رحبعام ابن سليمان يحكم مملكة يهوذا، وده حكم مملكة السامرة. طيب المسافة ما بين السامرة لغاية اليهودية مسافة طويلة، والهيكل موجود فين؟ في اليهودية في اورشليم. طب وايه اللي يخلينا المشوار ده كله؟ واللي يخلينا نمشي الطريق ما نبني هيكل زيه بالظبط بنفس المواصفات في السامره، ويبقى الهيكل بتاع الجنوب اورشليم زي ما هو. ومن هنا دخل الشيطان في المملكتين، ودول راحوا عاملين مرتفعات. عارفين المرتفعات زمان كانوا يطلعوا عليها الآلهة الوثنية ويعبدوها على ان هي في مكان عالي عن الناس. ومن هذا التوقيت بدأت العداوة ما بين السامرة وايه واليهود، عداوة ليس لها شبيه على وجه الارض. لدرجة اليهودي لما يجي يصلي من ضمن طقوسه في الصلاة يقول اشكرك يا رب اني ما خلقتنيش واحدة ست، اقول لكم ليه برضو، واشكرك يا رب لاني ما طلعتش السامري. عشان كده الست السامرية قالت له كيف تطلب مني لتشرب وانت رجل يهودي وانا امرأة، لان اليهود لا يعاملون. انا بقول لكم جمال المسيح في القصة دي. كمان انا جيل الصوم الاباء الاولانيين لما حطوا لنا ترتيب قراءات الصوم الكبير قصدوا يحطوا انجيل السامرية في النص. ليه؟ اصل الاناجيل بتاعت الصوم كلها بتحمل ثلاث افكار وثلاث مقابلات. الثلاث افكار في اول ثلاث حدود، اول فكر شفناه في احد الرفاع في انجيل متى 6:1-18 يقول يتكلم فيه عن الصوم والصدقه والصلاه، كانه عايز يقول لنا اللي منكم عايز يشرب من ميه الحياه الماء الحي الذي لا يشرب منه لا يعطش ابدا لابد ان يغير منهج حياته. خلي بالكم هو بيغير مناهج ناس جاية من الوثنية ومن اليهودية داخلين المسيحية. لازم عشان تقبل تعيش مسيحي لازم تغير منهج حياتك.
بالصوم الصلاة وإيه؟ الصدقة. تاني إنجيل أحد الكنوز، ولو مشيت بالمنهج ده خلي بالك هيكون لك كنز فين؟ في السماء. تالت إنجيل أحد التجربة، بنقول له إيه؟ بنقول له طالما أنت أمنت إنك تغير منهج حياتك وأمنت إن ليك كنز في السماء، ما تخافش، مهما مشيت في طريق ضيق كله تجارب، المسيح انتصر على الشيطان هينصرك معه. نيجي نقف هنا، ايه احنا كلنا موافقين على التلات ايه افكار؟ اول فكر رفاع، كنوز تجربة، فكر تغيير منهج، تغير حياتك، ابتدي بمنهج جديد في حياتك. يروح الكنيسة عملنا ايه؟ خدوا الماء الحي في انجيل السامري. الماء الحي ده اول مقابلة، الماء الحي ده هيعينك ويساعدك، لو عندك مرض هتخف زي مريض بتحزد. الماء الحي ده هيقويك ويفتح بصيرتك ويفتح عيونك ويفتح ذهنك زي المولود ايه؟ أعمى. أدي إيه؟ أنا جيل السماء، قايم منتصر، قايم باستنارة، قايم بقوة، شربت الماء الحي الذي لا يشرب منه لا يعطش أبدا. تقدر تخش مع المسيح فين؟ أورشليم، وتقول له إيه؟ هوصنا يا ابن داود، هوصنا يا ابن داود. دخلت مع المسيح، تعبر معاه بقى، هو دخل اورشليم، تعدي معاه، تعدي فين؟ لغايه محطه الصليب. ليه؟ عشان كل حاجه قديمه في حياتك هتموت وتدفن معاه في القبر، ويوم العيد تقوم ايه معاه تقول له ايه؟ المسيح بالحقيقه. هتامل معاكم بسرعه في كلمات او في قراءه هذا الانجيل. على فكره هو اطول انجيل في السنه كلها في قراءات اناجيل القداسات، انجيل السامري. هكلمك من خلال هذا الانجيل عن الماء الحي، الضمير الحي، اربع حاجات: الماء الحي والضمير الحي، وهتلاقي مسيح حي وإيمان حي. ناقصك ايه؟ الماء الحي قالت له اعطيني لاشرب، بيقول لها اعطيني لاشرب. وعايز اقول لكم كمان ان المسيح وهو جاي من اورشليم، كان ده اول عيد ليه، والحادثه دي حصلت في اول سنه خدمه ليه، فجاي من اورشليم ورايح على بلده الناصره اللي هي الجليل. المسافة بين أورشليم والناصرة 130 كيلو متر مربع المسافة. وهم ماشيين في طريقين، طريق ملوكي، الطريق الملوكي ده بيمشي فيه الامبراطور او الملوك لانه طريق ممهد، وفي طريق تاني ناحية البحر ده يزيد، خدوا بالكم، يزيد عن الطريق الملوكي 6 ساعات مشي. ياه، مفيش عربيات، مفيش طيارات، مفيش اتوبيسات، مفيش مشي. لما قعدنا نشوف المسيح مشي كام خطوه في ال 33 في الثلاث سنين اسف الاخرانيين في الخدمه، عديناهم 86 خطوه. خطوه بمعنى ايه؟ يعني من بلد لبلد، من قريه لقريه. يعني لما يقول خرج من كفر نحوم رايح ناحيه الاردن، كان دول كم خطوه؟ 2. من كفر نحوم للاردن واحده، ويتنقل يرجع تاني 2. 86 خطوه ماشي. فالتلاميذ بيقولوا له الطريق ده صعب، الطريق ده لو قابلونا حد من السامريين
على طول يقتلونا. كان في قطاع طرق مخصوصين موظفين لأي حد يهودي يمر من هذا الطريق. عداوة. قال لابد أن أجتاز سامرة. ليه يا رب؟ أصل هو شايف حاجة في قلب. أصل هو الداعي لكل الخلاص. هناك واحدة محتاجة خلاص. لغاية ما وصل السامرة جاع عايز يأكل. التلاميذ عايزين يأكلوا. فقال لهم روحوا هاتوا أكل. لسه ما ظهرتش السامرية. طب يعني عايز أخذ رأيكم. 13 واحد جعانين. كم واحد يروح يجيب لهم أكل؟ 2 3 4. أصل هذا 13 واحد. روحوا اشتروا لنا اكل. فبطرس ويوحنا اقرب ناس وكان معاهم يعقوب نروح. قال لهم لا روحوا كلكم. اتاري هو عايز ايه؟ يوزعهم. راحوا كلهم وسمعوا الكلام وهو قاعد عند البير. جت الست هانم طلع الساعة 12 الظهر عز الشمس. وعادة الناس تروح في عند البير اللي منكم الصعيد يروح يا اما الصبح بدري يا ساعة الغروب. راحت الظهر. ليه؟ مكسوفة من نفسها. سمعتها مليا البلد. اول ما شافها قال لها ممكن تديني لأشرب. مطلب طبيعي جدا. واحد عز الظهر وقاعد وشكله تعبان ويمكن يكون عرقان عايز اشرب. بصت له كده قالت له نعم تشرب ازاي؟ انت مش عارف انت مين؟ قالت له كيف تطلب مني لتشرب وانت رجل يهودي وانا ايه؟ خلي بالكم الست دي عندها موهبة الحوار. لو واحدة تانية ما عندهاش موهبة الحوار كانت من بعيد شافت راجل قاعد عند البير كانت ترجع 5 6 خطوات لغاية ما يمشي وتيجي. طب هي عرفت منين انه يهودي؟ ده شكله راجل. واعتقد يعني سكان المنطقة كلها بتاعت فلسطين شكلهم زي بعض. مفيش غير سبط واحد بس. ألدغ في الصين. سبط إبراهيم. عشان كده كان هذا السبت مكروه جدا 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 لدى باقي الاسباط لانه كان اكبر سبت واقوى سبت. فكانوا لما يخشوا حرب مع بعض كانوا يقدروا الاسباط تميز سبت ابراهيم من ايه. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ الحرف يقتل. حرف في اللدغة دي. طب هي عرفت منين؟ عرفت من اللغة بتاعت الجليل لغة فلاحي شوية. وعرفت كمان ان كل معلمي اليهود كانوا يحطوا في ديل الجلابية بتاعتهم شريط لبني كده او ازرق. فعشان لما تشوف واحد ماشي معلم له الحق ان يجلس في الهيكل ويعلم تقول ده عليه ايه؟ مدرس. عكس الفريسيين كان لهم ملابس خاصة. قال لها لكنت تعلمين عطية الله. خذوا بالكم هنا حضور إلهي كامل ماء حي. لو كنت تعلمين عطية الله. أنا هزود من عندي حاجة بس أنتوا تاخدوا بالكم. لو كنت تعلمين عطية الله الآب لطلبتي منه وأعطاك من خلالي أنا ماء حي اللي يشرب منه. ها هنا الثالوث ظهر. لا. الله الآب المعطي بواسطة الابن يعطي الروح القدس الماء الحي يشير إلى إيه؟ الروح القدس. أنا وإنت النهاردة
هل قعدت في يوم مشغول في حياتك تفتش هل الروح القدس مطفئ في حياتي؟ هل بقاومه؟ هل شعر به؟ هل بلجأ إليه؟ بتجده لما تكون حزين يعزيك؟ كم وكم شربنا من الماء الحي كل قداس، لكن للأسف في حضرنا الكتاب يقول إيه؟ لا تطفئوا الروح. افتكرت وأنا في فكرة عمالة تخبط على دماغي وأطردها وترجع تاني، مجرد إن ذكرت كلمة الماء الحي أقولها أمر لله. أقول تعرفين وأنتوا إحنا عندنا في كاليفورنيا المعابد البوذية منتشرة، في هنا معابد بوذية؟ ها؟ إليلة؟ تلاقي قصاد المعبد جوه المعبد البوذي تلاقي تمثال كبير قوي، الراجل كده ضخم تخين وعريان وقدامه نافورة مية وحواليه شياج وطرقة طويلة. معلش خرجت من الموضوع عشان الماء. الناس البوذيين دول لما يحبوا يطلبوا حاجة في صلواتهم من بوذا يروحوا عند بوذا ويطلبوها. ازاي؟ خلينا اقول لكم قصة حقيقية حصلت وانا بقرا في تاريخ الاديان. في مرة اهتميت اعمل بحث في الاديان الاخرى، بيقول القصة كان في واحدة ست عندها اربع اولاد وجوزها ميت، والست دي كان رأس مالها كله شوية بط وشوية وز وشوية فراخ وما عندهاش اي ممتلكات تانية وعايشة على شوية الطيور دول. الفراخ تبيض ياكلوا البيض، كل كم فترة يذبحوا فرخة او يذبحوا بطة او يذبحوا وزة لغاية ما العمر عدى والعيال كبرت شوية وبقي فرخة واحدة بس. والست طول الوقت ده عمالة تطلب من مين؟ مفيش استجابة. كل يوم تقف تقول له الحقنا هنجوع، مفيش اي استجابة. في اخر فرخة قالت لولادها احنا كده يا ولاد لازم اروح ادي دي هدية او عطية لمين؟ نبوس. ولادها اتخانقوا معاها وهنموت من الجوع ودي اخر حاجة ويش عرفك ويش ضمنك. المهم في ولد منهم قال لها لا وقعد يعيط. قالت له لازم اروح. هناك راحت خدت الفرخة وطابور طويل واقف وبوزة في النص وحوالينه دايرة كده عشان محدش يخش، وفي الكاهن اللي هو بيلبس البرتقاني بتاعهم ده الأقرع واقف، واللي في أول الطابور عندهم كرة من الطين مادة زي الطين كده تفضل أنت توشوش فيها يا رب عايزين ناكل عايزين نشرب الأولاد البنت الزواج، وبعد ما تخلص خالص تروح حادف الكرة في جسم بوزة، لو لزقت فيه يبقى هو ايه؟ هيستجيب، ما لزقتش وقفت في الطابور. مشي وراها ابنها من غير ما تعرف وجه من ورا التمثال وقعد يشوف بيحصل ايه. لقى الكاهن بتاعهم دوا واقف، ما هي لازم تعدي المسافة دي عشان تديله ايه؟ الفرخة العطية. هو ياخد منها الفرخة بالشمال وهي ماسكة كورة ومعاه بخاخة مية زي بتاعت الجلانس حاططها فين؟ في الجلابية بتاعته. اللي يديله عطية يروح عامل له ايه؟ كم بخة كده سائل او مية عشان يدي تماسك لايه؟ وترجع طابورها تاني. جه دورها العيال ايه؟ هتموت من الجوع وحدفت الكرة. الكرة ايه؟ هتقولي بتحكي القصة دي ليه؟ اقول لك لانه اذا كان الماء تستعمله الاديان الاخرى لاستجابة
كمعتقداتهم، فكم وكم بالماء، الماء الحي. عايز كل حاجة تستجيب، اشرب الماء الحي، اطلب الماء الحي، تقول لربنا ايه في صلواتك النهاردة، اعطيني الماء الحي لكي اشرب، لكي لا اعود اعطش تاني. يبقى اول اشارة ماء ايه؟ ماء حي. تاني اشارة في الانجيل ده مسيح حي. مسيح حي، حي. طب عرفنا ازاي؟ قال له يعلم كل شيء. لدرجة البنت لما قال لها اذهبي ادعي زوجك، وبعد شوية يقول لها ايه، انت ليك 5 ازواج واللي معك الان ايه، ليس هو زوجك. تسأله توهه، عندها لغة الحوار، توهته، قالت له انتوا بتقولوا انتوا تسجدوا في اورشليم واحنا نسجد هنا، الصح ايه؟ يعلم كل شيء، مسيح حي. قال لها يا بنتي السجود لا هنا ولا هناك، فين؟ السجود لله، لان الله روح، والسجود لله بالروح وايه؟ والحق. ماء حي. النهارده تروح البيت قبل ما تخرج من الكنيسه، هنصلي دلوقتي بعد العظه، كفايه يا رب شربت من ميه الدنيا كتير، عايز اشرب الميه اللي ما تخلينيش اعطش تاني، العطش الروحي يعني. شي حي كمان. يقول لها لو كنت، يقول جم بقى التلاميذ في الوقت ده، كل قال لهم انا اكلت بطريقه الدنيا. التلاميذ قال له بس يمكن حد عدى عليه عطاله اكل ايه؟ قال لهم طعامي لستم انتم تعرفون، الطعام بتاعي انا جاي من فوق. ايه هو طعامك يا رب؟ يقول لك ان انا اصنع مشيئه ايه الله. انا طالما السامريه نالت الخلاص، انا كلت وشبعت، انا كلت وشبعت. في حي. ثالث حاجه ضمير حي. يبقى واحد ماء حي، مسيح حي، ضمير حي. يا امراه، بص عندها ضمير حي، اذهبي ادعي زوجك. كان ممكن تقول له ده في الشغل، ده مسافر، ده مريض، ده راح يزور قرايبه، لكن ضميرها حي. قالت له ليس لي زوج. المسيح كاشف الاعماق، كاشف الضمائر. اصل الضمائر دي يا جماعه ايه الضمير ده؟ الضمير ده خلقه ربنا في الانسان، عباره عن علبه. علبه من يوم ما تتولد. العلبة دي بتخزن فيها الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة. العلبة دي اسمها الضمير. لما تيجي حاجة ينقح عليها ضميرك تطلع الحاجات الكويسة. لو الحاجات ايه مش قد كده تطلع الحاجات الوحشة. ادي الضمير. اذهبي إذا زوجته ليس لي زوج. ما في حل ايه؟ ها؟ برافو عليك، بالصواب قلتي، او حسنا قلتي. حي، ضميرها حي. صدمة كهربائية او تشك في ضميرها طلع ضمير حي. لو كانت كذبت وهتكذب او في نيتها تكذب، كان تطلع ضمير ميت مش ضمير حي. حسنا قلتي. بعد شوية عايز ينظف الضمير، يقول لها انت ليك 5 ازواج والذي معك الان رقم 6 ليس هو زوجك. كان ينقصها ايه؟ عريس تاني. رقم كام؟ 7. ورقم 7 يشيل لمين؟ مسيح. هو ده اللي هتتجوزه الى الابد. هو ده العريس الحقيقي الذي
وهب نفسه عريس لكل العروس الذي في الكنيسة اللي هي النفس البشرية. عندنا شاب في كاليفورنيا كان بيحضر ماجستير في الإدارة وكان مربوط يعني على علاقة بواحدة علاقة زنا ومسيطرة عليه. زي ما قال أبونا في العظة الإنجليزي كلنا مربوطين زي الشتة دي بس عايزين نتفك. وبعدين يقولوا له تعالى الكنيسة يقول لا أنا مش فاضي، أنا عندي دكتوراه، أنا عندي ماجستير، أنا مشغول. زنه طب تعالى فدنا بدراساتك الإدارية في الخدمة. ضغطوا عليه فمسكوا اجتماع الشباب. عمل ايه هو؟ أدار بس من بعيد، ده يعمل كذا ودي تعمل كذا ودي تعمل كذا وانت توعظ النهاردة وده يوعظ بكرة من بعيد لبعيد شهور. ففي يوم جم قالوا له ايه؟ احنا كلنا خدمنا، انت بقى عليك العظة الاسبوع الجاي. لا مش لا، مربوط عايز عشان يتطهر ماء حي ومسيح حي وضمير حي. ما قدرش يقول لا لان هو المسؤول امين الخدمة. روح البيت في صراع، يعدي يوم ويقرب التاني يتخني اكتر، وقعد طول الاسبوع في صراع مع الخطية وفي صراع مع التهانم وفي صراع مع الله، الى ان من كتر وقفاته في الصلاة طول الاسبوع اتفك من رباط الخطية ووقف يخدم بدموعه لا بالكلام ولا باللسان، بدموعه كان مسجون وخرج. عارفين هذا الولد وهذا الشاب ترك رسالة الدكتوراه والماجستير والإدارة، النهارده بيبشر بالمسيح، خادم كبير. تسند عليه خدمة يقول لك لا أنا أبشر بالكتاب، ضمير حي. رابع نقطة قلنا ثلاثة، ايه هما؟ ماء حي، مسيح حي، ضمير حي، ايمان حي. اخر نقطة ايمان حي. تقول له شوف الست بقى، اعلم أن مسيح يقال له المسيح يأتي. إيه ده أنت جبت المعلومات دي منين؟ أصل كلهم منتظرين المسيح المنتظر، عندهم إيمان بالمسيح المنتظر أو المسيح المنتظر. كل اليهود سامريين ويهود يروح هو يقول لها إيه؟ أنا هو. أنت مين؟ يقول لها أنا هو المسيح المنتظر، أنا هو الذي أكلمك. هو في عقيدة عند اليهود كلمة هو هنا يعني أهيا، أنا أهيا الذي أهيا يعني الكائن والذي يكون. أي يهودي يقول أنا هو في شريعة تقول يرجم حتى الموت، ده لأنه تجديف على اسم الله. وبعدين تاني علامة للإيمان بعد ما عرفت إنه هو عملت إيه؟ تركت جرتها وجريت. والجرة دي يا جماعة رأس مال أي واحد بيشرب من البير، لو ما عندكش جرة عمرك ما هتشرب، لأن هي حتى نفسها قالت للمسيح إزاي هتعطيني مية وإنت ليس لك دلو. الجردل أنت يعني بتتريق عليا؟
فين الجردل اللي هجيب لي مية حية؟ تركت ايه؟ جرتها. من اجل ايه؟ الماء الحي والمسيح الحي والضمير الحي. انا وانت وانتي عدى نص الصوم، تركت ايه من اجل المسيح؟ يقول الكتاب فليترك الشرير افكاره، لمجرد فكرة رديئة او خطية او تليفون بتنم فيه ليل ونهار اتركه، قطع السلك، ايهما افضل، سلك التليفون ولا الماء الحي ولا مصيرك الابدي؟ ده زكة كانت حياته كلها في الفلوس، لما جه في يوم مشاعره وافكاره التهبت نحو المسيح قال يا ما كان نفسي ابقى واحد عن يمينه زي يوحنا كده ولا بطرس ولا يعقوب ولا اندراوس، وكان عشان قصير مش قادر يوصل من الزحمه حوالين المسيح، فطلع فوق شجر. انتوا عارفين تروح فوق شجره كده يعني مش كلمه ونص وطلع، لا ده طريق طلع ووقع ونزل واتزحلق وطلع ووقع. فلما المسيح بيراقبه قال له زكى انزل، انا عايز اجي عندك البيت. يا سلام يا رب. وراح البيت ودعا كل اصحابه العشرين وجيرانه وقرايبه. قبل ما يضيفه، قبل ما يعمل له قهوه وشاي واكل وبتاع، وقف كده في نص البيت قال انا اخذت قرار. السامريه اخذت قرار، تركت جرتها. وقال كده في نص البيت قدام كل الناس انا هاعطي نصف اموالي للفقراء. قرار، ده حياتك الفلوس يا زكا. وان كنت وشيت لاحد اعطيه. قرار، عارفين لما القرار ده نابع من القلب. المسيح قال له ايه؟ اليوم ها حصل خلاص لهذا البيت. انت عايز ايه غير خلاص بيتك وخلاص نفسك وولادك وزوجك وبنتك واطفالك؟ لو ما لحقتش تترك في النص الاول من الصوم عندك فرصه تترك ايه؟ تترك ايه؟ فكره رديئه، خطيه، اهتمام بمال، أكلة حلوة، طعمية سخنة، ما تاكلهاش يا أخي مش هتموت. بيعجبني قوي عند الناس اللي بره المكسيكان، بسأل واحد بقول له أنتوا بتصوموا إزاي؟ هما صايمين معانا دلوقتي. مبدأ غريب قوي، وبيني وبينكم أنا انبسطت منه قوي. قال احنا ما عندناش ناكل بالزيت وناكل بالبيض، احنا بنراقب انفسنا ايه اللي احنا بنحبه قوي قوي في الاكل نصوم عنه. يعني لو هو بيحب مثلا العيش الطازه السخن طول السنه يصوم عنه في الصوم. اوعى الصوم يعدي منك وما تقولش مع بطرس قد تركنا كل شيء وايه تبعناك. طيب نتعلم ايه من الانجيل بقى؟ عايزين بقى، انت عمال تقول لنا ماء حي، مسيح حي، ضمير حي، ايمان حي. نتعلم ان ربنا يعلن ذاته في الشيء اللي رابطني وبعدني عنه واتركه. ربنا يعلن ذاته في كل وقت وفي كل مكان. صدقوني صدقوني، كنت بقرا الاسبوع ده وانا هنا في تكساس كتاب عن المسيحيه في روسيا. في وقت من الاوقات كان في حرب بين روسيا وتركيا. تركيا كسبت الحرب فاخذوا اسرى، ففي واحد هناك عندهم اسمه الشهيد احمد، ده تركي،
خد من الأسرة اللي جايين واحدة، اتنين اخوات، واحدة كبيرة في السن وواحدة شابة صغيرة، اشتراهم وخدهم عنده. اسمه الشهيد أحمد لغاية دلوقتي. الراجل ده كان بيشتغل خطاط، يكتب ويخطط ويعمل، والوظيفة دي في الوقت ده كانت تساوي وظيفة وزير، محدش يعرف يعملها. فالست الكبيرة اللي هي الأسرة قالت له يعني بعد ضغط ممكن نروح لقداس الكنيسة؟ بعد ضغط قال لا لا، روحي انت، لكن اختك الصغيرة دي ملكي انا، ما تخرجش من البيت. راحت حضرت، وابونا وهو بيوزع البركة خدت لقمة بركة، خدت نصها ليها هي وشالت نصها لمين؟ اختها خدت لقمة البركة. بصوا اعلان ذات الله من خلال ايه؟ كلتها يوم الحد. الراجل ده وكل ما يقرب منها يشم رائحة طيب غير عادية، يقول لها انت اشمعنى يوم الحد بس اللي بتحط الريحة دي؟ يعد الحد، الحد اللي بعده الريحة دي اكتر. قالت له بصراحة انا مش حاطة لا طيب ولا رائحة ولا برفان ولا اي حاجة خالص، انا اختي بتروح الكنيسة بتجيب لي لقمة بركة باكلها بتطلع الريحة دي. قال لها طب انا عايز اروح الكنيسة دي. راح الكنيسة لقى ابونا واقف في القداس، واقف في الاخر وشه منور ونور طالع من وشه، واقف يتفرج. في اخر القداس ابونا بيقول ايه؟ محبة الله الآب وعطية ابنه الوحيد الروح القدس تكون معكم، فمن أراد منكم أن يمضي بسلام، سلام الرب إيه؟ وراح عامل إيه؟ طلع من الصليب نور غطى الكنيسة كلها. صاحبنا ده وقف بيتحرك، راح لأبونا بعد القداس قال له أنا شفت كذا كذا، عايزك تكلمني عن الكنيسة والمسيحية والمسيح. كلمه مرة في اتنين اتعمد بقى مسيحي، وبعدين محدش يعرف. قعد مع الوزراء في اجتماع كده دع قعد الدردشة، فواحد بيسأل سؤال بيقول لهم ايه تفتكروا ايه احسن حاجة في الدنيا؟ اللي قال الفلوس، اللي قال الستات، اللي قال القصور، اللي قال المقتنيات، اللي قال الذهب جه الدور عليه هو، وانت يا استاذ فلان؟ قال لهم بصراحة احسن حاجة في الدنيا المسيحية، احسن حاجة المسيح. ازاي بتقول الكلام ده؟ هوب الخبر وصل للخليفة، الخليفة استدعاه قال له انت فعلا بتقول الكلام؟ قال له اه. عذب فيه لغاية ما قطع رقبته، وصار حتى الان اسمه الشهيد مين؟ اوعى تستهون بحد يقول لك ربنا معاك، اوعى تعديها كده من الودن دي للودن دي، في سرك تقول ايه؟ امين واؤمن اؤمن اؤمن ان الله معايا. مش هو قالها انا ذا معكم ايه والى ايه؟ يبقى معايا. لو خدت الكلمه دي بايمان ربنا هيكون معاك. استفدت ثلاث حاجات، دروس عمليه بقى. تفتكروا المسيح التلاميذ لما راحوا يجيبوا اكل ورجعوا للبير خدوا وقت قد ايه؟ نص ساعة؟ ساعة؟ القرية يعني هي من بيتها للبير ما ياخدش اكتر من نص ساعة، نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، يعني سابوه ايه؟ ساعة. لما قعدت ساعة مع المسيح اتغيرت وصارت القديسة فوتينا، عندها ولدين وخمس بنات وكلهم امنوا، واول واحد كرزت معاه بالمسيح عارفين مين؟ نيرون. دخلت القصر مهميتها ميتة في ساعة واحدة، اتغيرت حياتها في ساعة واحدة، نالت الخلاص في ساعة واحدة،
ذهبت تكرز في البلد بتاعتها وتقول ايه هلموا تعالوا انظروا قد وجدت رجل قال لي كل ما فعلت. ساعة واحدة والمسيح يقول لك النهاردة ايه اما قدرتم ان تسهروا معي. ايه شوف شوف لغة الحب مش قادرين تسهروا معي ساعة واحدة. يا ربي ده اليوم في 24 ساعة منهم 8 ساعات نوم اوكي ربنا يقولك موافق عليها. هتاكل كمان 3 ساعات اكل موافق عليها. هتقعد على الفيسبوك 4 ساعات موافق عليها. هتتكلم في التليفون 5 ساعات موافق عليهم. اتبقي ساعة واحدة انا مش عايز غير ساعة واحدة. اقضيها زي ما انت عايز. اقضيها في صلاة. اقضيها في انجيل. اقضيها في ترانيم. اقضيها في خدمة. اقضيها في زيارة مرضى. اقضيها في زيارة مسنين. ساعة. اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة. احبائي اخوتي واخواتي وانا معكم. دلوقتي في فرصة نسهر مع ايه ساعة. بكرة ليس في الموت من ايه ولا في الجحيم. تعالوا تعالوا كده بعد الشر عليكم كلكم نجيب واحد من الجحيم نقول له نفسك في ايه يقول له اديني بس ايه ساعة. طب بلاش نص ساعة. طب هتعمل فيها ايه ده انا هعمل اللي ما يتعملش ولا ارجعش تاني ايه الجحيم. ساعة تغير حياتك من امرأة زانية الى قديسة. ساعة تخيل حياتك تتغير في ساعة. عايز اقولك على تدريب صعب بس ما تفهمونيش غلط. اعتبر ان النهاردة اخر يوم في حياتك. هتعمل ايه؟ جالك ملاك زي اشعياء النبي لما راح لحزقية قال له حزقية يلا رتب بيتك خلاص هتموت. تعملوا ايه؟ فكر. عايزك تفكر مع نفسك كده. طب ده النهاردة اخر يوم في حياتي بعد ربنا يديكوا كلكم طولت العمر. هتعمل ايه؟ بعد ساعة هتطلع السماء او فين؟ لا انا مش عايز اقول لك يوم. انا بقول لك ايه ساعة. نص منهم دي في الصلاة نص ساعة. هات بيتك وولادك صلي نص ساعة كتير. ده ترنيمة وصلاة الشكر وارحمني وخلي بالك من البيت يا رب. ادي النص ساعة خلصت. النص التاني انت دلوقتي في الصلاة اتكلمت مع ربنا يعني ربنا سمعك محتاج تسمع صوته. اديها النص التانية في الانجيل تلاقي المسيح بيجاوب عليك وبيقول لك المشكلة اللي انت عرضتها في الصلاة ما تخافش انا معك لا تخاف. طب تاني درس تاني درس لما المسيح قال للتلاميذ بعقليتهم اليهودية طعامي ان اعمل مشيئة ابي واحنا صايمين عن كل الصوم الجسدي. يا اخي خلاص خلص نص الصوم اللي جاي دور على الطعام الروحي. ايه الطعام الروحي؟ ان اصنع مشيئة الله. ما هي مشيئة الله؟ هي ان اللي انا بقراه في الانجيل انقل له اخويا بس ببساطة جدا. تليفون انت قريت الايه دي في انجيل متى او انجيل يوحنا او انجيل السامريه. ده اللي يشرب من الماء ده في حد ذاته صناعه مشيئه الله على الارض. يقول كده ام ان غايه ايمانكم هي صلي من اجل الناس اللي ما جاتش النهارده الكنيسه دي مشيئه الله. يقول طوبى للودعاء لانهم ايه يرثون ايه. وانت يا رب عايزنا نرث الارض ده انت من شويه بتقول كنوز في السماء.
ما هو أصل الودعاء هم الذين يصنعون مشيئة الله على الأرض. شفتوا ربنا كان يقصد إيه؟ اصنع مشيئة الله. أنت صغير إيه؟ مسيحي بالاسم؟ بتيجي تاخد جسد ودم المسيح كل أسبوع والمسيح فيك وإنت فيه ومكسر تصنع مشيئة الله؟ نقي عندك نص الصوم، ايه اللي شايفه تقدر تعمله يفرح قلب المسيح ويكون صناعة مشيئة الله على الارض. اصنعوا مشيئة الله. عشان كده احنا بنصلي بنقول ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ها كما في السماء كذلك ايه على الارض، لتكن ايه مشيئتك. اول درس مطلوب منك النهاردة تقعد تاخد قرار زي قرار السامرية. لا، من النهاردة انا هعيش ساعة مع المسيح، هجلس ساعة مع المسيح ولا زعلوش ولا خليه عاتبني يقول لي اما قدرت ان تسهروا معي ساعة واحدة عتاب. تاني حاجة اصنع مشيئة الله واكل الطعام الروحي اللي هو هدف الصوم، مش الفول والطعمية وإلى آخره. تالت حاجة لما راحت الست تكرس في السامرة، اهل السامرة طلعوا قبله مين؟ المسيح. قالوا له ايه؟ ممكن من كتر ما حبوه وامنوا بيه قعد عندهم قد ايه؟ يومين. ان يمكث عندهم يومين. كلمة يومين رقم اتنين يشير الى القلة. احنا مش انت في البيت كده لما جيلك ضيف، طب اقعد شوية، طب كل معانا لقمتين، طب اشرب معانا ايه شويتين شاي، يشير للقلة. ربنا عايزك تدعيه في القلة بتاعتك عشان يملى حياتك. ده انا مش هقول لك يومين من العمر كله، وان كان ده هذا يستحق العمر كله المسيح، لا، قل له رب النهاردة عايزك، عايز اقعد معاك شويتين، عايز اقعد معاك اشرب او تنام عندنا ايه يومين. ادعوه تجده. تلميذي عمواس الزماه، عارفين يعني ايه الزماه؟ يعني اجبروه بعد الكلام الحلو اللي سمعوه عن تفسير الكتب ان يمكث معه، فمكث معهم ودخل البيت وحينما قصر وكلوا استنارت عيونهم لأنهم أكلوا الطعام الحي. أنا خلصت. هقول لكم تدريب، بس قبل التدريب هرجع معكم في هذا الإنجيل. خرجنا بأربع نقط، واحد اثنين ثلاثة ضمير حي، أربعة نتعلم إيه؟ نتعلم ثلاث حاجات. اول حاجة اسهر مع المسيح ساعة واحدة في اليوم. في اليوم ساعة، ياه كم من الوقت يضيع. تاني حاجة ابحث عن الطعام الباقي للحياة الابدية اللي يخليني لما اكله اصنع مشيئة الله على الارض. ثلاثة ادعو المسيح ان يمكث معي شويتين من الوقت، يومين، ساعتين. قال له رب عايز احكي معاك شوية، تقفل على نفسك وانت في العربية وانت في الشغل وانت ماشي وانت عارف، لو عملت كده هتلاقي نفسك ماشي مع المسيح ليل ونهار. عندي تجارب ملهاش قيمة، عندي مشاكل ملهاش وجود، عندي مرض ما يهمنيش لان انا مع المسيح. تدريبنا ساعة كل يوم، نص ساعة منها صلاة ونص ساعة منها ايه انجيل. اقول تاني، ساعة في اليوم، ساعة نص صلاة ونص انجيل في اليوم. واليوم يعني ايه؟ واو ميم يعني ايه؟ يسوع واو واقف ميم معاك. تاني، نص ساعة صلاة نص ساعة انجيل في اليوم،
واليوم في ثلاث حروف ي يعني يسوع، واو واقف وميم. ربنا يدينا نعمة، وأرجو أنك تصلوا لي، وما يعديش نص الصوم إلا ما أترك الجرة بتاعتي وما أقعدش أشرب من مية الدنيا إيه تاني. ولا إلهنا المجد الدائم إلى الأبد. في أي سؤال؟ نصلي؟ تفضلوا نصلي. تفضل يا أستاذ. ارحمنا الذي أفسر. نصلي من قلوبنا يا رب، نقول له ادينا وساعدنا ان احنا نترك اي حاجه يا ربي منعنا عنك او بعدانا عنك. نصلي ونقول له يا ربي احنا واقفين قدامك دلوقتي بدونك، عندنا ايمان بدونك لا نستطيع ان نفعل شيء. اعطينا يا رب الماء الحي، صحي ضمائرنا يا ربي وخليها ضمير حي. حضورك الحي في حياتنا يا ربي يقوي إيماننا الحي. احنا يا ربي من الآن أمام مذبحك المقدس، ساعدنا ان احنا نقضي معك ساعة 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 في اليوم يا رب. ساعدنا يا رب نصنع مشيئتك على الأرض، لأن احنا هدف وجودنا على الأرض ان احنا يا رب نصنع مشيئة الآب. الآن يا رب بندعوك ان تمكث معنا شويتين، امكث معنا يا رب. لكن يا رب كل اللي أرجوه، كل اللي أرجوه يا رب أن لا تنظر لنا كخطايانا ولا أضعفنا ولا إهمالنا ولا كسلنا ولا انشغالاتنا، بل أرجوك يا رب انظر لنا بعين الرحمة والعطف والحنان. إلهنا السماوي الحبيب، أذكر يا ربي هذه الكنيسة، أذكر يا ربي أبونا غبريال، اذكر يا ربي كل الخدام والشمس. طلب خاص يا ربي من اجل اخواتي واخواتي الواقفين امامك،
أعطي ربي كل واحد حسب ثقل قلبه، أعطيها ربي حسب إرادتك وحسب مشيئتك. اقبلنا يا ابن الله واستجب لينا يا رب من أجل تشفعات أمك الطاهرة القديسة العذراء مريم، ومن أجل هذه الأيام المقدسة يا رب التي رسمت وخططت فيها أن يكون لنا مكان في الحياة الأبدية. من أجل يا ربي قديس هذه البيعة الشهيد العظيم أبا نوب، ومن أجل يا ربي كل قديسي منطقة دلس يا ربي، فلوباتير وماري مرقس وماري مينا والملاك وماري جرجش والعدرة، اقبلنا إليك يا ربي واستجب لكل طلبة رفعت قدامك. من أجل يا رب كل مصاف قدسيك الذين أرضوك منذ البدء، ادينا يا رب نصلي إليك بكل الشكر ونقول لك يا أبانا الذي في السماوات بقدس اسمك، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة رب لكن نجينا من الشر بالمسيح صار، لأن لك الملك والكون والمجد إلى